السلام عليكم. انت انا في هودة وعاطيها طروازية ممكن كسيري افون. انت شوف شتي كت انت افون كسيراتور افون عاد كتزيد سيكسيري افون يلاه كتغيبون دي الطوموبيل. اما الا كنت في الطلعة الا كنت في الطلعة ما كاين والو تتكليزي. انت دابا طالقة طروازية منايا الا عطيتها كاطريام والو. انت مخنوقة كاع انت كتزيد مكسيري افون افون وداك ليكوي ديال السرعة والو كيبقى في 2000 ما كيوصل حتى ل 3000. اما الا كنت واقف بروميير اذا كنت واقف بروميير ولا دوزيام كتوصل ل 3000 ولكن بزز كتحس الطوموبيل بحال باغا تفرقع كدير ها هي طروازيام ها هي مقزات عاوتاني. انا غندير كاطريام انكسيري عليها والو كاطريام والو. انا غير في هبطه دابا. اما في الطلعه فين كدير لي المشكل المشكل كنحس به في الكسيراتور كنكسري عليها كامله ويلاه يلاه الطوموبيل كتبدا تطلع شويه بشويه. ما كتحسش بالطوموبيل انك كتقيسها وكتنقز. قلبت التيربو قلبت الكاتاليزور نيتويتو الاوجير كلشي وباقي عندي المشكل. قالوا لي راه يمكن لي زانجيكتور والله ما عرفت. المهم انا وصلت شي طلعه وغنجربها نعاود ندير فيديو اخر فيه طلعه.